المرابط رشيد من النواحي ديال الجديده. هذه سلاله ديال ميرينوس بريكوس وسلاله ديال ايل دو فرانس، الاصل ديالها فرنسي، هي زياده وخلوق في المغرب. بالنسبه لهذه السلاله تقريبا بالنسبه لنا حنا كمربيين، الميرينوس تقريبا 23 عام، بالنسبه لايل دو فرانس تقريبا 45 عام، وهي حنا كننتجوا هذه السلاله. بالنسبه هي اصل ديالها فرنسي، يعني عندك اسبانيا وفرنسا ودول اوروبيه اخرى كتواجد فيها. بالنسبه لهذه السلاله تقريبا 1986 انخرطنا في الجمعيه الوطنيه لمربي الاغنام والماعز. في هذاك الوقت داروا واحد تعاونيه لمنتجي لحم الخروف. هاد السلالة كتميز بجودة اللحم، وفي نفس الوقت بمعدل النمو اليومي تيكون تقريبا كيوصل ما بين 400 حتى 500 غرام في النهار. الوزن ديالو 125 كيلو، تيكون عنده ما بين 16 حتى 17 شهر، يعني عام ونص. وبالنسبه للثمن ديالو تيكون ما بين 7000 حتى 8000 درهم، يعني ثمن مناسب للكساب. بالنسبه لهذه السلاله هي موجهه لتحسين النسل. في هذه الحاله الكساب كياخذ فحل من هذا النوع، تيعطيه النعجه البلديه اللي تتعطينا خروف كروازي، كيقدر يوصل الوزن ديالو حتى 35 كيلو في مده ديال 4 شهور. لا، بالنسبه لنا حنا يعني ضيعه خاصه بانتاج الفحول الموجهه لتحسين النسل. من خلال التجربه ديالك كاين هذا العام هضرك تقول بانه عيد غيكون غالي خاص استوردنا من برا، شنو تقدر تقول لنا من خلال التجربه ديالك؟ بالنسبه يعني الاراء ديال الكسابه ديالنا اللي هما كيوجدوا الخروف للعيد، تيقولوا بان ان شاء الله الاثمنه تقدر تكون يعني بالنسبه المناسبه مع هاد التساقطات الاخيره اللي بالنسبه للثمن تقريبا يكون ما بين ديك 3000 درهم والفوق. تقدر تعيد المغاربه ان شاء الله، قدرت عيد المغاربه، حيت بالنسبه للمشكله ديال الزياده ديال الاثمنه راها زايده في المواد الاوليه، الاعلاف بالنسبه يعني التبن، يعني كل شيء الحمد لله دابا تزاد، يعني ما لقاش مؤخرا يعني المده اللي قليله ان شاء الله اللي تبين لنا للعام الجاي يقدر يكون عندنا مواد اوليه اللي متواجده في السوق. بالنسبه للاقبال على حساب المناطق. بالنسبه هي ما كاينش سلاله افضل من سلاله، هي بالنسبه لكل منطقه باش كتميز، فهمتي؟ يعني كل منطقه اللي تتوجه لاي سلاله اللي هي يعني مرتبطه بها. مرحبا سيدي.